اليوم راح نبدأ إن شاء الله محاضرة ثانية للغة الإنجليزية. وصلنا يونت 4 Family and Friends. هنا راح نتكلم إن شاء الله عن البوسيسيف. بالبداية أعطانا البوسيسيف بروناون، عندنا over there، بعدين بوسيسيف is، is التملك، وذا فاميلي الترابط الاجتماعي بين العائلة، عندنا has و have هذه أيضا auxiliaries، أيضا possessive ضمائر تملك، وآخر شيء الألفابت. الألفابت يعني عندنا الأبجدية والأحرف، هوني حتى دي يوضح لنا الأصوات في اللغة الإنجليزية. عندنا هوني بالبداية complete the chart، هوني عندنا كان أعطانا مخطط عن possessive pronoun، عن ضمائر التملك. عندنا I تملك للضمير I للمفرد، يعني عن نفسي أتحدث أنا عندما أتحدث عن شيء ملكي أقول my car or my book إلى آخره. ثاني شيء عندنا you، أنت تملك عن you your، he للغائب تملك عنه his، وshe للمؤنث الغائب her التملك، we نحن للplural جمع التملك ضمير تملك من وي نستخرج اوا، وعندنا ذي ايضا ضمير بلورال جمع لكن غائب هم، فالتملك البوسيسيف بروناون هو ذير. هون ايضا كان اعطانا مثال بسيط this is my book، عن نفسي اتحدث my book، this is our class يعني our عن الجمع plural يعني هذا صفنا، و this is her bag هوني عن الغائب للمؤنث هذه حقيبتها. هوني عندنا هاي القطعة عن عائلة آن تايلور، هوني حدثنا عن الروابط الاجتماعية واستخدام possessive of pronouns and possessive is التملك في الحياة الطبيعية بين أفراد الأسرة. عندنا هوني شخصية أنا تايلور. أنا تايلور this is Anna Tyler she is married، she is married هي متزوجة، هوني is possessive is استخدمنا، and this is her family هوني her family استخدمنا her هوني عن ال possessive pronoun عائلتها. their house أيضا انتبهوا their house is in London، their هو ال possessive of pronoun from they. Their house is in London. She's a doctor. هي طبيب. Anna's hospital is in the center of town. ومستشفى اللي تعمل فيها Anna في مركز المدينة. Jim is Anna's husband. Jim هو زوج Anna. He's a bank manager. يعمل يعني مدير في مصرف أو بنك. James office is in the center of town too. أيضا محل عمله أو مكتبه داخل مركز المدينة أيضا. Our children هوني our يعني أبنائهم، هي ما يتحدثون عن أطفالنا. Our children are Emma and Venice. Emma و Venice. Emma is 15. Emma عمرها 15. She's at Camden High School وهي تدرس في مدارس Camden. Venice is 19 عمره 19. He's at the University of Westminster وعندنا Venice في جامعة Westminster. We are all happy in London. جميعهم سعداء بحياتهم في لندن. هاي هوني كله عن ال possessive والpronoun possessive is والpossessive pronoun possessive يعني عن ضمائر التملك واس التملك. هون عندنا الجرامر سبوت اللي مأشرنا عليها هون بهذا المخطط. she's married she's a doctor هون على s هون هي اخت is اختصارة، فخلينا اس أبوستروف
عوضا عن حرف الآي اللي هو الحرف الساكن، العفو حرف العلة. Number two, this is her family، عائلتها. This is Anna's family. Anna's family. Her family، عائلتها، لما نتحدث عنها ضمير الغائب. لمن this is، لمن نذكر اسمه this is Anna's family. هون أيضا الاسم نفس الحالة، اختصار is. عندنا هون his، هو ضمير العائد لجيمس الأوفيس. his office يعني محل عمله، لأن جيمس مذكر فنأخذ ضمير التملك his للغائب، وهير للمؤنث. هون عندنا answer the questions، أسئلة عن أنا وعائلتها. Is Anna married؟ Yes she is. كان حلا. Number two, where is their house؟ أين من their house، منزلهم. Their house is in London. Number three, what's Anna's job؟ What's Anna's job؟ She's a doctor، هي طبيب. Number four, where is her hospital؟ Her hospital is in the center of town. Number five, what's James' job؟ He is a bank manager. Number six, are there children both at school؟ هون السؤال عقلنا are there، فنريد نجاوب تفصيليا، نقول إما is at Comedian High School، Venice is at the University of Westminster. هذا يا هوني إما هي جواب إما yes or no، وجواب تفصيلي. نحكي نسرد عن إما وين تدرس وفينيس وين يدرس. هون عندنا تمرين آخر، أيضا أسئلة عن القطعة. Listen and complete the sentence. Anna is James' wife. Wife هاي كان حلا. James is Anna's husband، هو زوج Anna. Number three, Emma is Anna and James' daughter، يعني إما هي ابنتهم، ابنة أنا وجيم. Number four, Venice is their son، Venice ابنهم. Their ضمير غائب عائد لهم، فنقول their son ابنهم. Number five, Anna is Venice's mother، فأنا شو تصير Venice تصير والدته، فشو نقول Venice's mother هون بإس التملك بال possessive of S. Number six, Jim is Emma's father. Jim هو والد Emma. Emma's father. Number seven, Emma is Vinny's sister. يعني Emma اشتقرب الفينيس أخته. Vinny's sister. Number eight, Vinny's is Emma's brother. وVinny's يكون أخ Emma. Number nine, Anna and Jim are Emma and Vinny's parents. يعني أنا و جيم هم والدي، يعني والدين إما أن فينيس. ونمبر 10، إما أن فينيس آر جيم أن إن تشيلدرن، أطفالهم أو أبنائهم. هون أيضا همين ask answer a question with a partner، يعني بين الشريك أو بينك وبين زميلك محادثة. Who's هوني لا هون العفو عن شخصية فينيس. Who's فينيس؟ His Emma's brother. يعني حليناها بالفوق بالتمرين. He's Jim's son. هو ابن جيم وقبل أخو إما. عندنا everyday English alphabet. هون عندنا الأحرف الأبجدية في اللغة الإنجليزية، ويوضح لنا كيف الإملاء spelling. هون كان أعطانا أسماء دول، وهون قبلها شرح لنا عن كم صوت phonetics في اللغة الإنجليزية. Listen and practice the groups of letters. هون عندنا كان أعطانا صوت ال A بين هال slashes، حرف ال E وال I، هذا يكون صوت ال A
كان عطانا أمثال يعني عن الأحرف الموجود فيها، عطانا A وحرف ال H وال J وال K، هو موجود بأول شيء بحرف ال A. ثاني شيء عندنا ال E أيضا بين slashes، حرف ال I يمو two apostrophes. عقل إن هاي الأحرف عطانا أين موجود هذا الصوت؟ بال B C D، هو موجود بال E، اللي بتجيب أو الـ PTV، لا هو موجود بحرف الـ A. عندنا هون صوت الـ A، A قصيرة أيضا من between slashes، أين موجود؟ كان عطانا F والـ I اللي هو A، A A قصيرة M N S X Z، لا هو موجود بحرف الـ I. ثاني واحد آخر شيء I أيضا الفينتكس between two slashes، هو عبارة عن حرف A و I ينطينا صوت I، كان عطانا I or Y no هو I. على اليمين اللي فوق عطانا صوت ال U، U هاي كتابته الصوتية أيضا between two slashes، عندنا هو صوت ال U، وبعدين صوت الـ O عفوا، بعدين صوت الـ U اللي هو موجود بالـ U، صوت الـ U U، وآخر شيء صوت الـ A لشوا موجود بحرف الـ R. وبعدين إن شاء الله أشرح الكمية مفصل للفينتكس الأصوات وأنطيكم أمثلة عنها موجود في كلمات. دائما حرف الـ A هذا لشوا المضخم دائما ينذكر بنهاية يعني كلمة، باللكنة الأمريكية أكثر شيء يضخمون الحرف، يعني مثل سينتا يجي بنهاية الكلمة يضغم ويلفظ بخط الصورة هيك. هوني spelling، كيف تكتب أسماء. عندنا هوني أيضا كان عطانا أحرف عشوائية، هي أسماء دول نحن نعيد ترتيبها إملاء صحيحا. Put the letters in the correct order. What's the country؟ يعني دي فهمنا إنه ما هو البلد من هذه الأحرف العشوائية. أول شيء كان عطانا لعلى تعيين أحرف عشوائي هي فرنسا، كان حل. ثاني شيء الأحرف تدلنا على دولة ليبيا، وثالث شيء ايرلند، وبعدين جابان، وبعدين استراليا، واحرف البعدة تدلنا على دولة عربية سوريا، واخر شيء تدلنا على انجلاند. هوني عندنا read the letters aloud. What are they؟ الى ماذا يعنون؟ عندنا دائما هي مصطلحات نستخدمها بحياتنا. دي في دي يعني ديجيتال، فيديو ديسك. اليو كي عندنا يونايتد كينغدوم، وكي اس اي كينغدوم سعودي اريبيا، وبي بي سي بريتش برودكاستنج كوربشن هاي كتابة بريطانية، يو اس يونايتد ستيت الولايات المتحدة، وبي سي بيرسونال كمبيوتر حاسب شخصي، ودبليو دبليو دبليو هي وورلد وايد ويب الشبكة العنكبوتية الدولية، و UAE United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة، وآخر شيء TV التلفزيون التلفاز يعني. هسا انتهينا من الوحدة الرابعة، نجي على الوحدة الخامسة The Way Alive. ايضا رؤوس النقاط كان اعطانا فوق هوني، ايضا ينطينا فوكابلري عن السبورت والفود والدرينكس، وهوني عندنا شرح للبريزنت سيمبل المضارع البسيط، كان اعطانا الضمائر و ا وان هوني ارتكل ايضا نستخدمهم بالمفرد كلمه مفرده يسبقون كلمه مفرده، ولانجويج اند ناشوناليتي واللغات والقوميات، والنمبرز اند برايس والارقام والاسعار. هون كان اعطانا كلمات فوكابلري عشوائيه تدل عن السبورت او الطعام او الشراب، فوتبول، برجر، سكيلينج، ميلك، تشاينيز فود، تنس، بيتزا، اورانجوس،
كولا تي سويمينج آيس كريم كوفي انديان فود وجوز. وعدنا كان عطانا الصور موضحة أمامنا ونكتب كل كلمة اللي تدل على الصورة. أول شيء كنحلها تنس، ثاني شيء نكتب فوتبول، ثلاثة سويمينج، فور سكايلينج، فايف انديان فود، وسكس تشاينز فود، وسفن بيزا، ايت برجر، ناين اورانج جوز، وتين ايس كريم، 11 تي، 12 كوفي، 13 كولا، 14 جوز عصير، واخر شيء ميلك حليب. هوني على present sample، هسا راح نشرح لكم على present sample. العفو، قبل ما نشرح present sample المضارع بسيط، نسيت أذكر لكم أمثلة عن possessive s، عن s التملك في الوحدة الرابعة. هون عندنا من قواعد اللغة الإنجليزية المهمة التي يجب معرفتها في حالة الملكية إضافة اسم الملكية للاسم، كي يعبر عن ملك شيء ما أو أن شيء ما يعود لأحد الأشخاص. هناك طريقة خاصة عن كيفية إضافتها للاسم مسبوقة بفاصلة. عندنا example، these are Ahmed's books. هوني يحكينا عن possessive of is، كيف تتبع الاسم حتى يدلنا أنه الملكية تعود لأحمد. فهذه الكتب تعود لأحمد، Ahmed's books. في الجملة السابقة أضفنا للإسم أحمد إشارة التمليك إيش، وقلنا إنها بمثابة صك تمليك لأحمد، وحالة التملك هاي تدعى possessive case. عندنا كيفية تمليك الإسم، إذا كان الإسم المفرد غير منتهي بإس أضفنا على آخره إس التملك possessive إس. إذا كان الإسم المفرد غير منتهي بإس، an example the child's dream، the man's son، the man's son. أيضا اسم مفرد غير منتهي بإس وأضفنا له possessive إس. ثانيا إذا كان الاسم جمع منتهي بإس الجمع، عندها نضيف فقط الفاصلة العليا للتملك وليس إس التملك، وذلك لتخفيف من ثقل لفظ حرفين متتاليين. example the girl's parents. هوني عندنا girls كان جمع ومنتهي بحرف الإس، فقط أضفنا الكومة أو الفاصلة العليا للتملك، ما أضفنا إس التملك للتخفيف من لفظ حرفين متتاليين، فصارت the girl's parents، the baby's milk، the teacher's room. ثالثا إذا كان الاسم جمع غير منتهي بإس الجمع، مثل children, women، هذه الكلمات تجمع جمع شاذ نعتبره، تجمع بدون إضافة إس الجمع إلى آخر كلمات عديدة. استجبت لكم مثلا عن children women، example the children's garden، the children's garden، ضفنا إس التملك إلى نهاية الكلمة. the woman's heart أيضا ضفنا إس التملك في نهاية woman. رابعا هناك أسماء في اللغة الإنجليزية قليلة جدا لكنها مألوفة لدى الإنجليز، هاتان كلمتان الاسمين تشارلز وجيمس تأخذان إس بالرغم من وجود إس أصلية في نهاية الاسم. example we are visiting St. James Church in London. عندنا جيمس تنتهي بحرف الإس، فضفنا لإس التملك حتى تصير جيمس تشارج، كنيسة جيمس في لندن. I carry some of Charles' books. Charles أيضا تنتهي بإس أصلية في الكلمة، ضفنا إس أخذت إس التملك حتى تصير Charles' books، كتب تشارلز. خامسا إذا كان الاسم متبوع بالبدل تضاف إس الملكية على البدل. This is my son Ziad's bicycle. هوني ضفنا الإس على اسم زياد اللي هو الاسم البدل، كنا زياد هو الابن، فضفنا الإس علينه على زياد. The bread comes to us daily in John the Baker's van. هوني ضفنا الإس على البيكر، على الخباز وليس على جون، فإذا بيكرز هي بديل عن جون.
في الجملة السابقة زياد بديل عن my son عن ابني ضفنا is التملك. عندنا هاي الجملة we spoke to ليلى the Tyler's daughter. هون خلينا كما بين الجملتين بين we spoke to ليلى و the Tyler's daughter. ليش؟ لأن ليلى وابنة الخياط شخصان مختلفان تماما. يعني ليلى شخصية the Tyler's daughter وابنة الخياط شخصية أخرى، فلهذا وضعنا كما بين الجملتين. تكوين المضارع البسيط بصيغة البوزيتيف الإثبات. عندنا هاي القاعدة الأساسية للمضارع البسيط present simple subject زائد verb infinitive بصيغة المصدر زائدا is or es or ies حسب الفعل والإضافة اللي راح نضيف له هي في نهاية الكلمة. بالنسبة للضمائر I, you, we, they يكون الفعل معها بصيغة المصدر infinitive بصيغة المصدر، ومع الضمائر he و she و it نستخدم الفعل بصيغة المصدر أيضا ولكن نضيف له s في نهاية الفعل. مع الضمائر المفرد he, she, it المصدر نضيف له يكون الفعل مصدر ونضيف له اس في نهاية الفعل، لكن الضمائر I, you, we, they ما الفعل يكون بصيغة المصدر. Example he likes coffee. He likes coffee. عندنا he الضمير he. الverb like هون ضفنا له اس present simple اس الفعل المضارع. They like coffee. لكن مع they تبهو ال verb اللي هو like هون جانا infinitive مصدر ما نضيف له is الشخص الثالث نحن نسميها اللي نستخدمها فقط مع ال he والshe والit مع المفرد وليس الجمع. إذا كان الفعل ينتهي بحرف ساكن متبوع بحرف y ساكن يعني حرف صحيح متبوع بحرف y نقوم بتغيير حرف ال y الى ie ثم نضيف ال s. عندنا examples امثله like study studies تنتهي بحرف ال y ويسبق حرف صحيح d حرف صحيح وهون y تقلب الى i ونضيف es studies. ماري ايضا marries ال y تقلب الى i لان قبل حرف ال r وهو حرف ساكن صحيح. لتراي نفس الحالة قبل الواي عندنا R فتقلب إلى I ونضيف ES وتصير tries. cry نفس الحالة cries. hurry hurries كل الواي يسبق حرف ساكن صحيح فعند إضافة S المضارع تقلب الواي إلى I ونضيف ES. هون يتبقى قلنا إضافات بالبداية قلنا إما S or ES أو IES على حسب الكلمة ونهايتها. عندنا إذا كان الفعل ينتهي بحرف متحرك المتحرك يعني العلة حرف العلة I, E, U, O, I متبوع بحرف Y نقوم بإضافة S إلى نهايته. مثلا play plays ينتهي بY قبله حرف علة متحرك وليس ساكن. enjoy enjoys أيضا فقط نضيف الاس لأن تنتهي بحرف الواي يسبق حرف الاو اللي هو حرف علة متحرك. say says نفس الحالة الواي قبل اي. buy buys أيضا الواي قبل يو اللي هو حرف متحرك حرف علة. أفعال التي تنتهي ب s s h c h x نقوم بإضافة e ثم نضيف الاس بعدها مثل pass تنتهي بدبل s passes نضيف es. wash تنتهي ب sh washes نضيف es. teach أيضا ch teaches نضيف له es. miss دبل s أيضا misses نضيف es. هون عندنا examples
عن شرحناه مسبقا. She lives in France. هوني she lives. live قدنا هو a verb الانفينيتيف نضيف له s. ليش نضيف s هوني؟ لأن يسبقه الضمير she. قلنا نستخدم الاس مع she والhe والit. s الشخص الثالث present simple بالمضارع البسيط. He works in a bank. أيضا works أخذت s الشخص الثالث لأن مسبوقة بالضمير he هو للمفرد. عندنا we play tennis every Sunday. we جمع قلنا ال we وال I وال they. ال verb بعد يكون infinitive وما نضيف له s الشخص الثالث. فصير عندنا we play tennis every Sunday. I drink coffee every morning. أيضا I drink. drink هو الverb infinitive ما أخذ أي إضافة لأن يسبقه الضمير I وقلنا ما يأخذ S الشخص الثالث. هاي انتهينا من حالة الإثبات present simple بالإثبات. هسه بالنيجاتيف عندنا بالنفي. لتكوين المضارع البسيط في حالة نفي نستعمل فعل مساعد don't مع الضمائر I, you, we, they مع الضمائر الجمع. نستخدم don't ونستخدم الفعل المساعد doesn't مع الضمائر he وshe وit للمفرد. وهي القاعدة الرئيسية للنيجاتيف بالبريزنت سامبل. subject زائد do or does زائد not اللي هي دلنا عن نيجاتيف زائد verb infinitive الفعل بصيغة المصدر. example he does not اللي هي doesn't play soccer. تبه على القاعدة نطبق he هي subject doesn't هي موجودة ثابتة بالقاعدة وقلنا does مع ال he وال she وال it. فإذا he doesn't عندنا زائدا ال verb infinitive بصيغة المصدر اللي هي play. إذا play هو ال verb infinitive soccer. he doesn't play soccer. we don't work together. we don't. don't قلنا نستخدمها مع ضمائر I و you و we و they وبعد الفعل يكون infinitive مصدر. we don't work together. she doesn't love me. أيضا doesn't مع she will he will عفو it. آخر شيء I don't know him. I don't know him. I تأخذ don't لأن هي بالقاعدة قلنا don't تأتي مع ضمائر I, you, we, they. ستلاحظ في أن في جميع الحالات لا نضيف s إلى نهاية الفعل باستثناء في حالة الإثبات. إس الشخص الثالث ضفناه فقط في حالة إثبات لأن عندنا بالنفي لازم بعد auxiliaries does and don't يأتي verb infinitive مصدر يعني الفعل المصدر بدون أي إضافات. هسه هاي انتهينا من النيجاتيف. نجي على questions بالyes و no. إجابة في yes و no. عن السؤال بالpresent simple بالمضارع البسيط. وهاي القاعدة الأساسية فوق عندنا do does زائد subject الفاعل زائد verb أيضا بصيغة المصدر infinitive. example do you like pizza. طب هنا في شيء do you هي subject ولike هي الverb الinfinitive المصدر. pizza تكملة الجملة. do you like pizza. الجواب إما ب yes I do نعم يعني أحبها or no I don't أو لا أحبها. number two does she play basketball. أيضا تبهو does بعدين she الverb العفو subject الفاعل بعدين اللي play اللي هو الverb infinitive المصدر بدون أي إضافة. basketball تكملة الجملة. does she play basketball. أيضا الجواب إما ب yes or no. yes she does or no she doesn't. number three does he eat chocolate. ايضا he subject وال eat هو الverb الinfinitive. الجواب اما يكون yes he does or no he doesn't. number four do they live in texas. ايضا they live they he subject will live الverb infinitive المصدر في الجملة.
الجواب راح يكون إما بي يس they do or no they don't. هسا نرجع تكملة المنهج vocabulary and pronunciation. هون عندنا language and nationalities، اللغات والقوميات. كان عطانا عن يعني مثل المخطط جدول ماذا countries and nationalities، عندنا الدول ويقابلها nationalities جنسيات. يعني عندنا نأشر نحن كل جنسية مقابل البلد اللي تنتمي له. انجلاند عندنا انجليش، جيرماني جيرمان، ايطالي ايطاليان، مكسيكو مكسيكان، سوريا سوريان، جابان جابانيز، بورتغال بورتشيكس، وتشاينا تشاينيز، وفرنسا فرنش، the United States American، سعودية عربية سعودية عربيان. هون عندنا سؤال عن الناشناليتي، what nationality are the people in the picture do you think، يعني كان عطانا صور كل انت تقط يعني انت مثل تحذر اي دولة كل صورة. I think there are Italian، well I think there are Omani، يعني كل من حسب ما يعتقد هاي من اي دولة هذه الصور. Number three، ماذا countries and the language to make a true sentence. هوني كان عطانا الدول واللغات اللي تتحدثوا بيها. In Portugal they speak Portuguese، إذا تتحدثون البرتغالية في البرتغال. هاي هوني كان عطانا هذا مثل الجدول، برتغال Portuguese تتحدثون برتغالية، كندا تتحدثون إنجليش، وفرنس French الفرنسية، جيرمان جيرمان جيرماني جيرمان، الألماني إيطالي إيطاليان إيطالي، وجابان جابانيز اليابانية، ومكسيكو إسبانيش يتحدثون الإسبانية، ليبيا عربيك، تركي تركيش يتحدثون اللغة التركية، وروسيا يتحدثون روسيا روسيا أو رشان يتحدثون في اللغة الروسية. هون يم ask and answer question with a partner، يعني محادثة بينك وبين زميلك أو شريكك. What language do they speak in Portugal، يعني واحد يسأل الله ما هي اللغة اللي تحدثون بها في البرتغال. Portuguese يتحدثون البرتغالية.